مختلف المجالات، ويمكن تكون اللجنة المشتركة وسرعة عقدها بعد تكون يعني تشكل قوة دفع كبيرة جدا في التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيهم التبادل التجاري والاستثمارات المختلفة، وأيضا الموضوعات اللي ذكرها فخامة الرئيس من موضوعات البنية الأساسية وتبادل الخبرات والتدريب اللي ممكن مصر تقدمه لأشقائها في موزمبيق فيما يخص سواء كان تدريب في مكافحة الجريمة زي جريمة الاختطاف اللي فخامتك تحدثت عنها، او الموضوعات الخاصه بالارهاب، واحنا يمكن تكلمنا فيما يخص الارهاب على ان دي تجربه لينا تجربه فيها في مصر منذ السبعينات القرن الماضي، وان هي عباره عن هي محصله جهل وتخلف وفقر بينتج عنه شكل من اشكال التطرف ينتهي الى استخدام الارهاب كاداه يعني، وبالتالي المقاربه الامنيه ما كانتش فقط المسار اللي مصر كانت بتنتهجه في مكافحه الارهاب فقط، ولكن ايضا البناء والتنميه والتعمير، ده كان احد المحاور اللي احنا بنتكلم فيها، وايضا تحسين يعني وتصويب الخطاب الديني، ده ايضا امر احنا اتكلمنا فيه، واحنا في مصر مستعدين ايضا ان احنا نقدم في هذا المجال من خلال مؤسسه الازهر الشريف تدريب للائمه إلى اللي هنا لإعطاء صورة سامحة عن الدين بعيدا عن التطرف، بالإضافة طبعا للتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات فيما يخص مكافحة الإرهاب. واسمح لي فخامة الرئيس إن احنا زي ما يعني دايما نتحدث إن احنا لدينا خبرات جيدة في مجال يعني المشروعات المختلفة في كل المجالات، لأن مصر خلال السبع سنوات أو الثمان سنوات اللي مضت كان لها خطة استراتيجية كبيرة جدا جدا لإقامة بنية أساسية متطورة في كافة المجالات، سواء كان في الطاقة أو في النقل والمواصلات أو في التعليم في الصحة، كل ما هو يخص الدولة بمفهومها الواسع احنا اشتغلنا فيه على مدى، وفي زي ما قلت 5000 شركه بتشتغل ولديها قدرات وتستطيع ان تقدم هذه الخبرات اذا كان ده مناسب لدوله موزمبيق لنقل جزء من هذه التجربه في المجالات المختلفه، زي ما قلت كل الموضوعات اللي ممكن نتكلم فيها سواء كانت موضوعات خاصه، مصر تقوم الان ببناء شركه فاولين العرب سد جوليوس نيري في تنزانيا، وده سد ضخم جدا، وده لدينا الخبرات لعمل اي شيء ممكن يكون فيه فائده تعود بالنفع على دوله موزمبيق. ايضا تحدثنا ايضا على ان احنا ما يمكن تقديمه من مساعده في المنطقه اللي هي يعني اللي بتشهد شكل من اشكال الارهاب في المستوى الصحي، وده أمر احنا هنبقى مهتمين به بالتنسيق مع وزارة الصحة في موزمبيق، ونشوف ايه اللي ممكن نقدمه في هذا المجال. زي ما تحدثنا خلال وتحدث فخامة الرئيس على ان كان في توافق للرؤى تجاه القضايا المختلفة على مستوى القارة وعلى مستوى الإقليمي والدولي، ايضا كان في توافق فيما يخص القضايا زي القضايا الموقف تطورات الموقف في ليبيا وتطورات الموقف في السودان، واهميه يعني العمل على ايجاد تهدئه وايقاف لاطلاق النيران، وايضا الحوار هو اسلم وسيله في حل القضايا والخلافات المختلفه، وده واضح ان ده توجهنا جميعا من اجل ايجاد حلول لقارتنا الافريقيه وعلى ارضها اللي هي اكثر قضيه حديثه الان هي قضيه التطورات اللي بتحدث في السودان. ايضا تحدثنا عن موضوع الازمه الروسيه والاوكرانيه واهميه الوصول الى حل دبلوماسي لها بعيدا عن الصراع والاقتتال، وده امر احنا ايضا متوافقين على ان احنا يعني ده أهم مهم جدا ان احنا تحسبا من ان ده يكون ليه تاثيرات اكثر خطوره
على الأمن والسلم الدوليين. في النهاية أنا بشكر فخامة الرئيس وبوجه له الدعوة على زيارة مصر في الوقت المناسب لي، وأيضا بشكره على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللي احنا قبلنا في بلدنا الثاني موزمبيق. أنا سعيد جدا بزيارتي ليها، وبوجه التهنئة لفخامة الرئيس أيضا على قيادته الحكيمة وعلى دايما اتفاقه حتى مع المعارضة. أنا بهنيك فخامة الرئيس، مهم جدا أن دايما نتفق على أن مصلحة البلد الدولة هو أهم حاجة، فبهنيه على هذا أيضا الاتفاق، وبتمنى كل التوفيق، وبتمنى للشعب الموزمبيقي كل التقدم والسلام. شكرا جزيلا. Muito obrigado, excelências, minhas senhoras, meus senhores.